السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء لقاء آخر في درس من دروس القراءة طلاب الفصل الصف الأول الإعدادي بعنوان غرائب المخلوقات وده درس في الوحدة الثالثة رقم ثلاثة بيقول غرائب المخلوقات واضح جدا من العنوان اللي احنا بنتكلم عن المخلوقات يعني بعض المخلوقات او الحيوانات اللي خلقها الله عز وجل تبين قدره الله عز وجل في الكون وفي ما خلقه وهي اشياء غريبه او مخلوقات غريبه بالنسبه للانسان وانما كلنا يعلم قدره الله عز وجل في هذه المخلوقات فهي بنا نتعرف على بعض هذه المخلوقات وكيف تعيش وكيف تأكل وكيف تهاجر ونربط بينها وبين القيم الموجودة في الحياة في البداية لو اتضح لنا قراءة الدرس غرائب المخلوقات هنلاحظ أن هناك بعض الصفات التي تميز بعض الحيوانات وهنا نقرأ مع بعض أنت تحب وطنك كما أن الطيور تحب أوطانها ولها غريزة العودة إلى الوطن فهنا بيتكلم الكاتب عن الطيور وكيف أنها تحب أوطانها وتعود مرة أخرى إلى أوطانها مهما سافرت وهجرت من مكان إلى مكان فعندنا مثال عصفور الهزاز وهو اسمه كده عصفور الهزاز يهاجر جنوبًا في الخريف، ولكنه يعود إلى عشه القديم في الربيع التالي، وفي شهر سبتمبر اللي هو شهر رقم التاسع في الشهور الميلادية، تطير معظم أسراب الطيور، والأسراب هي الجماعات أو مجموعات من الطيور إلى الجنوب، وتقطع نحو ألف ميل فوق عرض البحر ولا تضل طريقها. يبقى هنا الكلام عن الطيور كيف انها تحب اوطانها وان لها غريزة فطرة وطبيعة انها تحب المكان الذي تربت فيه وهو الوطن وعندنا مثال هو عصفور الهزاز الذي يهاجر في الخريف جنوبا ثم يعود الى عشه القديم في الربيع التالي يبقى في الشهر او في الربيع في فصل الربيع التالي وفي شهر سبتمبر تطير معظم جماعات وأسراب الطيور إلى الجنوب وبتقطع نحو ألف ميل يعني بتقطع يعني تمشي مسافات طويلة جدا وتطير فوق عرض البحر نحو ألف ميل ودي مسافة كبيرة جدا ولا تضل أبدا الطريق برغم أنها بعدت عن أوطانها الفترة الطويلة دي إلا أنها بترجع مرة أخرى في شهر سبتمبر اللي هو بعد الربيع طبعا الربيع بيكون في شهر ثلاثة إلا إنها بعد ست شهور أو بعد فترة طويلة جدا وبعد المسافات الطويلة اللي هي هجرت من مكان لمكان بترجع مرة أخرى تعود إلى أوطانها وده دليل على حبها الكبير لأوطانها وإزاي الطائر الهزاز أو عصفور الهزاز ده بيستطيع إن هو يعود مرة أخرى وهنا الحكمة من هذا المخلوق العجيب ثم نأتي بعد ذلك إلى النحلة نتكلم عن النحلة ونقرأ والنحلة تجد خليتها مهما طمست النحلة بتقدر تتعرف على الخلية والأم مهما اختلفت وتغير شكلها فنحلة العسل لا تجذبها الأزهار الزاهية يعني لا تنجذب ولا تنشد إلى الأزهار الملونة الجميلة كما نراها ولكنها ترى الازهار بالضوء فوق البنفسجي الذي يجعلها اكثر جمالا في نظرها يبقى النحله الشيء الغريب اللي فيها انها بتجد الخليه وتستطيع التعرف على خليتها مهما اختلفت وتغير شكلها وكمان انها لا تنجذب الى الازهار الزاهيه الملونه الجميله انما هي تتعرف عليها من خلال الضوء فوق البنفسجي اللى بيجعلها اكثر جمالا فى نظرها لو حبينا نطرح بعض الاسئلة دى صورة للطائر الهزاز او عصفور الهزاز ودى صورة الى النحلة او نحلة العسل بعض المفردات اللى موجودة هنا يا شباب غريزة يعني طبيعة أو سجية وجمعها غرائز تقطع يعني يقصد بها تسيير أسراب مجموعة من الطيور أو الحيوانات تطلق على أي مجموعة أو جماعات طبست يعني تغيرت صورتها وانمحت يهاجر يعني يرحل ويترك وطنه الربيع جمعها يعني أربعاء ورباع وأربعة تجذبها تشدها الزاهية حسنة المنظر وجمعها الزواهي لو طرحنا السؤال الأول: "غريزة حب الوطن مشتركة بين الإنسان وباقي المخلوقات، وضح ذلك مع ضرب مثال من الطيور، الإجابة: "الإنسان لديه غريزة حب الوطن والعودة إليها مهما طال الزمن، فعلا أي إنسان بيهاجر أو يترك وطنه نجده دائما متعلق بالوطن ويريد أو يعني ويتمنى أن يعود في يوم من الأيام إلى وطنه يبقى هذه هي الصفة المشتركة بينه وبين الطائر يبقى هنا الطائر كمان أيضا نجد أن عصفور الهزاز يهاجر جنوبا في الخريف ويعود إلى عشه القديم في الربيع التالي وفي شهر سبتمبر تهاجر معظم أسراب الطيور إلى الجنوب. يبقى ده مثال وده مثال عصفور الهزاز يهاجر جنوبا في الخريف ثم يعود في الربيع التالي الى عشه القديم وفي شهر سبتمبر ده مثال اخر تهاجر معظم اسراب الطيور الى الجنوب وتقطع الاف الاميال ألف ميل فوق عرض البحر ولا تضل الطريق ابدا س سؤال ثاني كيف يظهر الارتباط بالوطن عند النحل نجد النحلة تجد خليتها مهما طمست أي تغيرت شكلها ومحت كيف يرى النحل الأزهار وما أثر ذلك عليه يرى النحل الأزهار لا يراه بصورتها الفعلية ولكنه يراها بالضوء فوق البنفسجي أيوة وهذه الرؤية تجعل الأزهار أكثر جمالا في نظر النحل يبقى هنا النحلة لا تنظر بعيونها إلى الأزهار على أنها ملونة وجميلة وإنما تراها بالضوء فوق البنفسجي فتراها أكثر جمالا ننتقل بعد ذلك بعد ما وضحنا بعض الأمثلة زي عصفور الهزاز وزي النحلة ننتقل إلى الحصان الحصان نجد أن ده برضو مخلوق عجيب جدا سبحان الله إذا ترك أحد حصانه يمشي وحده، فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل، وهو يرى ولو كان الطريق غير واضح، ويحسب اختلاف درجة الحرارة في الطريق بعينين تتأثران قليلا بالأشعة تحت الحمراء. فعلا لو وجدت الحصان أو تركته. فسبحان الله يمشي في الطريق وحده حتى ولو كان الطريق في ظلام شديد او مظلم في الليل وبيرى الطريق غير واضح الا انه يستطيع السير والمشي وايضا بيحسب اختلاف درجة الحرارة في الطريق لان سبحان الله ربنا اعطاه عينين بتتاثر بالاشعة تحت الحمراء وعشان كده يقدر يعرف. درجة حرارة في الطريق. لو سألتك سؤال علل شعور الحصان باختلاف درجة حرارة الطريق، لأن لديه عينان ايوه يمتلك عينين تتأثران قليلا بالاشعة دي تحت الحمراء. ممتاز طب والقدرة التي وهبها الله عز وجل للحصان؟ أنه إذا ترك بعيدًا عن داره أو بيته، فإنه يمشي وحده، ويلزم طريق العودة مهما اشتدت ظلمة الليل، فهو يرى الطريق ولو كان الطريق غير واضح. ننتقل بعد ذلك إلى مخلوق آخر من المخلوقات الغريبة التي نتحدث عنها اليوم، ألا وهي العناكب المائية. العنكبوت المائي كلمه العناكب او العنكبوت المائي بيعيش تحت المياه نجد ان هو سبحان الله زي ما واضح قدامنا في الصوره بيكون لنفسه عش او بيت شبه المنطاد اللي بيطير في السماء ولكن بيكونه تحت الميه وبيعلقه بشيء تحت تحت ويقوم بفقاعه هواء و يضعها تحت العش حتى يستطيع ان هو يعني يلد الصغار في هذا العش وتحميه من تيارات الموج اللي تحت الميه وده حاجه من مخلوقات وعجائب البحر زي ما في مخلوقات وعجائب في كل مكان على وجه الارض في السماء في الصحراء في الغابات في البحر اقرا معي وتضع وتصنع إحدى العناكب المائية لنفسها عشاً على شكل منطاد من خيوط العنكبوت وتعلقه بشيء بشيء ما تحت الماء ثم تمسك ببراعة فقاعة هواء في شعر تحت جسمها وتحملها إلى الماء ثم تطلقها تحت العش ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش، وعند وعندئذ تلد صغارها وتربيها آمنة عليها من تيارات الموج، يبقى فعلا العناكب المائية بتقوم بشيء غريب جدا يا ولاد، بتعمل لنفسها عش، العش ده على شكل منطاد زي ما إحنا واضح قدامنا في الصورة، بتنزج خيوط العنكبوت، بتعلقه بشيء تحت المياه. ثم تأتي بفقاعة هواء في شعر تحت جسمها وتحملها إلى الماء ثم تضعها تحت العش ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش ثم بعد ذلك تلد الصغار داخل هذه الفقاعة الكبيرة سبحان الله حتى تستطيع أن تطمئن عليها وتكون آمنة من طيارات الموج القوية ودي حكمة كبيرة جدا. ليه تعمل كده العناكب المائية؟ سبحان الله قدرة الله عز وجل في حماية هذه المخلوقات. ثم نأتي إلى الأعجب والأغرب وهو اللغز الذي حير العلماء وهو الثعابين المائية. الثعابين المائية. وهناك لغز أصعب يتطلب الحل وهو الثعابين المائية. التي تهاجر عند اكتمال نموها، الثعابين المائية بتكون في البرك والمستنقعات، تبدأ تكبر وتنمو، ثم لما تنمو بتهاجر وتقطع آلاف الأميال تحت البحر، وتمشي في المحيطات وفي البحور الكبيرة جدا، ثم بعد ذلك تلد وتضع صغارها. ثم تموت سبحان الله ترجع الصغار دي بعد ما قطعت الاف الاميال صغار الثعابين المائيه تعود ادراجها يعني بتعود الى المكان الذي ولدت فيه سبحان الله من هذه الحكمه وهذا المخلوق كلمه منطاد هو البالون اللي بيه هواء ساخن واللي بيطير في الهواء ده مجرد تشبيه شبه العناكب المائيه البيت بتاعها او العش اللي بتنسجه بالمنطاد وجمع منطاد مناطيد لغز هو الامر المحير للعقل وجمعها الغاز امنه يعني مطمئنه وعكسها مضادها خائفه يبقى لو سألتك العناكب لها حيل عجيبه وضح ذلك أن هناك نوع من العناكب تصنع لنفسها البيوت الآمنة أن تلد صغارها وتربيها آمنة عليها من تيارات الموج طب وكيف تنسج الخيوط؟ تصنع البيوت على شكل منطاد من خيوط العنكبوت وتعلقه بشيء ما تحت الماء ثم تمسك بفقاعة الهواء في شعر من جسمها وتحملها إلى الماء ثم تطلقها تحت العش وتكرر العملية حتى ينتفخ العش. ثم بعد ذلك كنا نتحدث عن الثعابين المائية ونقول إنها بتستطيع إنها تمشي في مختلف تنمو وتكبر في مختلف المستنقعات والأنهار وكانت في أوروبا فإذا كانت في أوروبا مثلا فإنها تقطع آلاف الأميال في المحيط تقصد الأعماق الصحيقة زي ما احنا شايفين في الصورة يبقى اللي بتقوم به هذه الثعابين المائية بتهاجر أول ما تكتمل نموها في مختلف البرك البركة أو المستنقع والأنهار فلو كانت في أوروبا مثلا فتقطع آلاف الأميال تمشي في المحيط يبقى بتتحرك من البرك والأنهار إلى المحيط الأوسع والأكبر قاصطة الاعماق الصحيقة وتنزل في الاعماق الاعماق جنوبي برمودا وهناك تبيض وتموت بتكون عندها بيضه دي اللي هي بتالت يعني البيضه تبيض ثم بعد ذلك تموت اما الصغار التي لا تملك وسيله لتعرف اي شيء صغار الثعابين فانها تعود ادراجها يعني تعود مرة أخرى إلى موطنها، وتجد طريقها إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتها، ثم تذهب من كل منهما إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة، فيصبح كل جزء من الماء آهلاً بثعابين البحر. يبقى سبحان الله، تنتقل من المحيط أو من البحر. ثم ترجع مرة أخرى الصغار بعد ما تبيض وتموت الثعبان الكبير ترجع صغار الثعابين إلى موطنها في كل نهر وكل بحر وكل بركة صغيرة ويصبح الماء كله آهلا بالثعابين كلمة قاصدة يعني متجهة جمعها قواصد الصحيقة يعني البعيدة جمعها الصحائق تعود أدراجها يعني ترجع من حيث أتت أدراجها هو طريقها ولقد قاومت تلك الثعابين الصغيرة الطيارات القوية فعلا الثعابين دي وهي ماشية قاومت طيارات قوية جدا وغالبت الأمواج على كل شاطئ دفعها قانون خفي وفطرة فطرها الله عليها هي الرجوع مرة أخرى حيث كانت بعد أن تتم الرحلة كلها إن هذه الأمثلة تدعونا إلى سبحان الله التفكر في الآيات الدالة على قدرة الله فعلا هذه الأمثلة بتخلينا نفكر قد إيه العظمة والقدرة بتاعت الله عز وجل في قدرته على خلق هذه المخلوقات وعلى حكمته في الخلق وهذا وهذا لماذا هذا السبب؟ حتى يزداد إيماننا به ويزدي ويزيد امتثالنا لأوامره يبقى لما نسأل هنا سؤال كلمة قاومت معناها دافعت الدالة يعني المعبرة صغيرة قليلة الحجم جمعها صغائر فطرة يعني طبيعة أو سجية جمعها فطر تدعونا تحثنا التفكير وإعمال العقل في الأمور قدرة الله وقوته المطلقة وجمعها قدر حكمات حكمته يعني تدبيره وجمعها حكم امتثالا يعني طاعة لأوامره يبقى نجد بعض الأسئلة المهمة عن الثعابين المائية سؤال ما هو القانون الخفي الذي دفع تلك الثعابين إلى طريق العودة إلى مواطن الأمهات قانون الخفي ده سبحان الله يا فطرة فيش قانون ولا شيء هو فطرة يعني الطبيعة اللي ربنا خلقها عليها فطرة الله التي فطرها عليها هي دي القانون الخفي الذي ساعد هذه الثعابين على التغلب على قوة الأمواج وأن تكمل رحلتها إلى مواطنها الأصلية ما الدرس الذي نتعلمه أو يتعلمه الإنسان من تلك المخلوقات هو التفكر في قدرة الله عز وجل وهذا يزيد إيماننا بقدرته وحكمته ويزيد إيماننا وامتثالنا لأوامر الله عز وجل وبكده نكون اتكلمنا عن أكثر من حيوان نراجع مع بعض الحيوانات اللي اتكلمنا عليها أولا هو عصفور الهزاز ومجموعة الطيور اللي بتهاجر واتكلمنا عن النحلة واتكلمنا عن الحصان النحلة اللي بترى الزهور جمالا بالاشعة او بالضوء فوق البنفسجي والحصان اللي بيمشي في الليل ويرى بالاشعة تحت الحمراء ويعرف الطريق واتكلمنا عن العناكب المائية اللي بتعلق فقاعة هواء تحت جسمها وتستطيع ان تلد صغارها وتكون مطمئنه عليهم وامنه من تيارات الموج وايضا اتكلمنا عن اللغز المحير هو الثعابين المائيه اللي بتمشي الاف الاميال حتى تبيض ثم تموت ثم تذهب الصغار مره اخرى الى مواطنها الاصليه وبكده نكون انتهينا من درس غرائب المخلوقات وتعرفنا على قدرة الله عز وجل ونمتسل ونزيد إيماننا بقدرة الله ونتفكر في خلق الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله في درس من دروس اللغة العربية للصف الأول الإعدادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته